بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كملين وياكم بالفيديوهات. بهذا الفيديو اذا اردنا ندز الابديت مال الريب براوتر 11 فقط باتجاه راوتر 2، ومن ندز من يمنا اي تحديث لهذا السويتش بما معناه الراوتر 7 والراوتر 1. فانت تجي تدخل جوا راوتر 11، قبل ما تدخل جوا راوتر 11 تشيك مثلا راوتر 7. راوتر 7 سوي شو اي بي راوت انكلود ال 169.1.1.11. انت ايش مستلم من عنده؟ روتات، مستلم كل هاي الروتات حاليا من راوتر 11. الان اذا جينا الى راوتر 11 ونطب جوا راوتر ريب، هنا راح نكتب باسيف انترفيس. قبل ما نكتب باسيف انترفيس دو شو اي بي انترفيس بريف اكسكلود ان اساين، طلع لك الانترفيسات. انت تريد هذا السب انترفيس، اخذ كوبي وراها هنا سوي له بيست ورا الباسيف انترفيس، ارجع الراوتر 7 اللي هسه سوينا بي الشو اي بي راوت انكلود ال 169.1.11، فسوي كلير اي بي راوت على مود يمسح التيبل ويبني من جديد، ويا بالاخير ستار على مود يمسه، وراها نرجع نسوي شو اي بي راوت انكلود. شوي اول شيء شو اي بي راوت، نتاكد انه اجى التيبل كله، فراح نلاحظ انه التيبل كله اجانا فيما عدا انه ما مستلمين شيء من ال 169.1.1.11 مثل قبل. هذا قام ما يرسل منه. وكذلك اذا تجي الى راوتر واحد وتسوي شو اي بي راوت انكلود ال 169.1.1.11 راح تشوف ماكو اي شيء مستلم من عنده، لكن اذا سويت شو اي بي راوت راح تشوف هو مستلم تيبل وبي هواية مستلم من الريب من غير نيبرات. زين، هسه عرفنا انه اذا راوتر 11 سوى باسيف انترفيس على هذا الانترفيس معناها ما راح يرسل الابديت مال ريب مالته من خلال هذا السويتش، لانه هذا السويتش مربوط بالانترفيس اللي صار باسيف. لكن راوتر 7 وراوتر 1 اذا ما مسوين باسيف انترفيس راح يدزون الابديت اللي هنا راح يقبلها. فاذا جينا جوا راوتر 11 وسوينا دو شو ران سكشن راوتر راح نشوف احنا الباسيف انترفيس سويناه على هذا السب انترفيس 0 على 1.1711. فانت اذا تجي تسوي دو شو IP route include 169.1.1.7، خلينا نشوف مستلم من راوتر 7 include، تشوفه استلم. مع العلم هو بدا يرسل من خلال هذا الانترفيس لكن هو يستلم. هاي النقطة افتهمناها. هسه نقطة أخرى، احنا من سوينا هذا الانترفيس هسه اللي صار بالأحمر باسيف، كل اللي بهذا السويتش تأثروا انه قاموا ما يستلمون منه الراوت، وقد يكون مربوط عليه مثلا بعد 10 هوست. انت لغرض سكيورتي مثلا، خصوصا بالشركات الصغيرة يكون يستخدمون نفس الجهاز، ما يحاولون يكثرون اجهزة او صرف على النيتورك ديفايسز. زين، نفرض انه انت براوتر 11 صحيح سويت باسيف انترفيس، لكن انت تريد هذا راوتر 7 فقط هو يستلم من عندك الابديت، واي شيء بما فيهم راوتر 1 او اي احد يربط على السويتش ما يقدر يستلم من عندك الابديت. ايش راح تسوي بهاي الحاله؟ راح تجي بهاي الحاله على راوتر 11 تقول له جوا الراوتر اللي احنا داخلين، تقول له نيبر 169.1.1.7، تجي على راوتر 7 تسوي او رأسا دو شو اي بي راوت، خلي نسوي دو شو اي بي راوت انكلود 169.1.1.11 على مود تبين صورة اوضح، تشوف رجع يستلم من الدعش. اذا تروح على راوتر واحد شو اي بي راوت انكلود 169.1.1.11 تشوف هنا ما استلم. مع العلم هو
مربوط ويا نفس السويتش وعلى نفس الفيلان ويا راوتر 7، لكن راوتر 7 قام يستلم لان اسسنا وياه نيبر صريحة ما تندز على المالتي كاست اللي هو 224.0.0.9. وإذا تجي هنا تسوي دو ديباج اي بي ريت، تنتظر تشوف الابديت اللي راح يجي. نجي هنا نوقف دو يو او، نوقف كل ديباج، نشوف الشيء اللي نريده، نشوف sending. هنا ده يقول لك دزينا version 2 update على 169.1.1.7، يعني من راوتر 11 اللي احنا واقفين عليه دزينا على 169.1.1.7، بينما تشوف المطلوب انت اذا ديدز الغير نيبر مثلا ديدز هنا على 169.1.3.3 يقول لك دزيت على 224.0.0.9. هذا الفرق، شوف دز منا على المالتي كاست وهنا دز على الاي بي المخصص اللي هو يونيكاست، يعتبر على مود لا كل اللي مشتغلين على المالتي كاست ادريس، لانه كل اللي بيسويتش هنا مشتغلين على 224.0.0.9، فهو دز يونيكاست فقط ليوزر معين. لكنه راوتر 11 اذا يجي يسوي دو شو اي بي راوت راح تلاحظ راح يظل يستلم من 169.1.1.1، يعني هو وقف ارسال الابديت من عنده للواحد، لكن بالباسيف واليونيكاست نيبر انت ما تقدر توقف الاستلام، الاستلام راح يبقى شغال لكن انت الارسال وقفته. وهذا ايضا لذلك بالفيديو السابق شرحنا الاوثنتيكيشن، تقدر تحط يوزر باسورد على نيبر شيب مالتك، هاي اول حل. والحل الثاني انه انت تسوي فلاتر مثل ما راح ناخذ بالاكسس ليست وبالديستريبيوت ليست وبغيرها، تقدر توقف استلام راوتينج ابديت او راوتينج تيبل من نيبر محدد. هسه اذا نجي على الراوتر الاكس ار، طبعا الاكس ار هو منهج السيرفيس بروفايدر يشتغلون اكثر شيء على الاكس ار، لكن انا اللي دا انطيه مو دا اشرح الاكس ار، دا اشرح الاشياء البيسك. شوف مو كل فيديو راح اشرح بيه شلون يصير الكماندات على الاكس ار، لكن لا بأس انه انت تعرف الاوامر الرئيسية مثلا شلون البيسك كونفيجريشن للريب، الشغلات الرئيسية اللي تحتاجها. اوكي الشغلات المتعمقة او الادفانس مو شرط تعرفها الا اذا كنت دا تريد تشتغل بسيرفيس بروفايدر، دا تحضر للمنهج سيرفيس بروفايدر. زين اذا جيت انت هنا سويت شو راوت هنا راح تشوف مثلا هو مستلم من راوتر 12، خلي نشوف اللي هو هذا هنا، تقدر تسوي ايضا انكلود العشرة 12 13 12، يقول لك مستلم من عندك، يقول لك انت مستلم من العشرة 12 13 كل هاي الراوتينج تيبل. زين اذا تجي براوتر 12 تشوف العكس، شو اي بي راوت انكلود ال 10 12 13 13 قال لك انت مستلم من عنده هاي الروتين. اذا تجي بالاكس ار الطب جوا الراوتر او الكونفيجر راوتر ريب تقول له او تدخل جوا الانترفيس دو شو اي بي في 4 انترفيس بريف، عندك الانترفيس الصفر انترفيس جيجا صفر صفر، وراح تقول له باسيف انترفيس، وما راح ياخذ الاوامر الا تقول لك كومنت. هذا من الاختلافات الجوهريه بين الاي او اس وبين الاكس ار، لازم تقول له كومنت يلا يتأثر. هناك انت مجرد سويت باسيف هو اخذ الاوامر، هنا لا ينتظر منك تأكيد بالامر كوميت يلا يطبق هذا الشيء. ترجع براوتر 12 هنا نسوي دو او كلير اي بي راوت ستار، وراها تقول له شو اي بي راوت، تنتظر شوية، حاليا كل شيء ما مستلمين منه.
راح تشوف تطبق الأمر وقام ما يرسل لك الراوتينج، لكن هو راح يبقى يستلم من عندك. شوف يبقى يستلم من عندك هو، لكن قام ما يرسل لك. ونفس الشيء إذا تريد أنت يرجع يرسل لك، وتدخل جوا الراوتر ريب وتقول له انترفيس، وتقول له أو رأسا تقول له نيبر 10.12.13.12، وتقول له كوميت، وراها ترجع الراوتر 12، تسوي كلير، وراها تنتظر شوية تشوف الراوتر أو الروتس اللي راح تجيك، تشوف رجعت تستلم الروتس. في حال كان هنا بيناتهم اكو سويتش، ايضا نفس الحالة اللي هنا موجودة، طبقناها بالاي او اس العادي وبالاكس ار. اشوفكم بالفيديو اللي يجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.